بسوي معاكم شوكولات نفس اللي تشترونه من المحلات بطريقة سهلة ولذيذة جدا. المقادير: بسكوت البريتزلز، جوز أمريكي بيكان، كاكاو رولو، جالكسي، زعتر، جوز محمص ناريل، وفلفل حار. حطيت البريتزل بمعون يدخل الفرن، وأحط فوقه كاكاو الرولو، ودخلها فرن حار من فوق. بس طلعته من الفرن، أحط حبة البيكان فوق الرولو وأضغط. لا تخلونه يطول بالفرن، كافي دقيقتين. أدخل الثلاجة يصك شوية. أذوب كاكاو جالكسي بحمام مائي، أغطس البريتزلز بالشوكولات وزينته وبرد الثلاجة.